خلينا نرحب بالأستاذ الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين. مساء الخير يا دكتور حازم. كابتن، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. وحشنا والله. وحضرتك أكتر والله. قبل ما أسألك في الموضوع اللي هسألك فيه، أيضا في كابتن أشرف رشاد حكمنا كان موجود في مستشفى وادي النيل، وأعتقد إن حضرتك كنت متابع لحالته. هل تقدر تطمنا على حالته يا فندم ولا صعب؟ والله مش عارف التفاصيل قوي دلوقتي، عشان ارد على سيادتك ما رجعتش اخر تفاصيل يعني. نعم، ان شاء الله يكون بخير. ان شاء الله، ان شاء الله اطمنا عليه. ربنا يبارك لك يا ان شاء دكتور الله. حازم. ان شاء الله دكتور حازم، بصفتك رئيس اللجنه العليا للرعايه الطبيه للرياضيين، وعرفت النهارده كان في اجتماع ما بين حضرتك والسيد الوزير واللجنه بالكامل، ماذا دار في هذا الاجتماع واخر اخبار ابننا محمد شوقي اللي الكل بيقول ان الحرجه حرجه بل شديده الحاله حرجه بل شديده الحرج؟ انت عارف حضرتك الموضوع يعني توقف القلب في الملاعب ده، انت عارف حاجه ديزاستر يعني. نعم. بس لازم برضو الجمهور يعرف بعض الحقائق العلميه. نعم. نسبه حدوث ذلك من 1 ل 80 ألف الى 1 ل 100 ألف. نعم. معنى ذلك ان نسبه قليله. نعم. اللي ممكن يحدث، لكن هي اللي بيحصل ايه؟ ان ده شاب صغير. ايوه. بصحته وفي مقتبل عمره يحدث له توقف قلب في الملاعب. احنا عملنا اجراءات كثيره جدا، والاجراءات دي طلع بها كتيبات ونشرات الى الانديه والاتحادات ومديريات رياضه في جميع المحافظات. نعم. ومعمول زي ما يكون كده تراك. نعم. اي ملعب هيتعمل فيه اي مباراه. نعم. كره قدم، كره سله، الملعب ده ليه شروط. يعني زي ما حضرتك بتبلغ الامن. نعم. بتبلغ هيئه الاسعاف. الفرق الطبيه اللي موجوده في الانديه دي المفروض تكون مدربه، ثم طلع التعميم ان المفروض توفير جهاز الاي اي دي اللي هو الاوتوميتد اكسترنال ديفايبريتور في كل الملاعب على مسؤوليه الانديه والاتحادات. ومسؤوليه الوزاره ولجانها متابعه هذا الكلام على ارض الواقع. نعم. فتيجي انت بتعمل مباراه، اي مباراه، الانديه الكبيره بامانه كلها عامله الاحتياطات. تمام. الانديه الكبيره اللي في الدوري العام والمنتخبات كل ملاعبها فيها جهاز الصدمات الكهربيه. نعم. كل ماتش جنبيه عربيه اسعاف مجهزه، الاجهزه الطبيه اتعمل لهم تريننج ودورات كويسه. لكن احنا دلوقتي حضرتك عندنا 4500 مركز شباب. نعم. تخيل انت لو اتلعب ماتش في كل مركز شباب في اليوم. تمام؟ في الصيف مثلا. نعم. يعني انت محتاج 4500 عربيه اسعاف مثلا؟ نعم. يعني المسؤوليه مش سهله. طيب الاجراءات ايه؟ اجراءات القيام بعمليات انقاذ الحياه والتدريب على انقاذ الحياه لا محتاجه دكتور ولا محتاجه عنصر طبي. في العالم كله بيتم تدريب الاشخاص العاديين. نعم. في المصانع والمطارات والسكه الحديد والفنادق والمول. فدي اللي احنا عايزين نوصله للناس، ان الناس كلها، انت عارف حضرتك لو لعيب اخونا ربنا يشفيه يعني محمد شوقي ده. نعم. تخيل انت لو حصل توقف في الملعب واللعيبه دي عملت دايره حوالين اللعيب. أيوة. واحد بس عمل مساج للقلب. نعم. دي محتاجه ان انا يعني محدش يعمله خالص من كل الناس اللي واقفه. يعني في حاجه اسمها كده يا كابتن شوبير بذمتك؟ نعم. يعني الناس اللي بتتفرج على اليوتيوب والتمثيليات والافلام والانديه والملاعب بتشوف الموضوع ده ليل نهار، دايره حوالين اللعيب، لعيب ينام فلات على الارض وتعمل كلمه مساج على صدره 30 40 مره ومره واحده تنفس. دكتور حازم، دكتور حازم، مش من طبيعه المقاطعه لكن اسمح لي، اللعيبه ولا حتى بعضا من الاجهزه الطبيه عندهم هذه الثقافه، وبالتالي ما حدش مرنهم، ما خدوش تدريبات. يمكن البعض بيسمع حضرتك دلوقتي والبعض ممكن ما يكونش بيسمع حضرتك او ما بيتفرجش، وبالتالي التدريبات او الاستعدادات لازم تكون موجودة والتعليمات لازم تكون موجودة لكل الناس. حضرتك بتتكلم على 4500 مركز شباب غير عدد كبير جدا من الأندية، وبالتالي وارد ان ده يحصل من 1 ل 80 ألف او من 1 ل 100 ألف. حصلت عندنا في سنة واحدة مرتين، مرة مع الراحل احمد رفعت ومرة دلوقتي مع ابننا محمد شوقي. فلازم كثرة التوجيهات، التعليمات، زي ما حضرتك قلت دور اتحاد الكورة ودور الأندية، لكنه لازم الامور تتعمم والناس تتمرن عشان تعرف. لا مش بس كده يا كابتن، انت قلت كلام مهم. الحساب بقى. نعم. اما في منظومه تقصر يا كابتن شوبير. نعم. المفروض هذه المنظومه تترك. يعني الماتش ده
فريق كذا قصاد فريق كذا. نعم. ما هي الاجراءات؟ لجنه التحقيق اللي شكلت من الوزاره دي النهارده. ايوه. هل الاجراءات دي تمت؟ يعني كل الانديه دي عندها التعليمات ديت. نعم. كل المناطق الرياضيه عندها التعليمات دي مكتوبه، انا شايفها بنفسي يعني. ماشي. وشايف المراسلات لجميع الاتحادات. ماشي. ولجميع اللجان الاولمبيه. ماشي. عندها كل هذه التعليمات. ماشي. تراك لو اي ماتش بيتعمل في اي حته. طيب الناس قفرت في هذه الاجراءات، المفروض الناس تتساب ولا تحاسب؟ حلو، ما احنا نفسنا في حساب. ما احنا نفسنا في حساب. ما احنا نفسنا في حساب. انا السؤال الاولاني يا فندم لحضرتك، جهاز الصدمات كان موجود في عربيه الاسعاف ولا لا؟ عربيه الاسعاف كانت مجهزه ولا لا؟ لانه الكلام بقى تايه، الناس يقولوا لا العربيه كانت عربيه. ما لجنه التحقيقات مسؤوله عن كده، لسه ما طلعتش التقرير. اللجنه دي هتعمل ايه؟ هتراجع كل الخطوات دي، كان في عربيه اسعاف ولا لا؟ عربيه اسعاف مجهزه؟ الطقم الطبي للانديه دي موجود ولا لا؟ الطقم الطبي ده مع شهاداته اللي مفروض معتمده من وزاره الشباب والرياضه، دي كلها اجراءات مكتوبه ومسلمه لكل الناس من اول حادثه مش من دلوقتي، واحنا مش عايزين زي ما انت بتقول كده يبقى كل حاجه رد فعل، نستنى حد يموت عشان ندور احنا عملنا الاجراءات ولا لا؟ طيب ما برضو السؤال يا دكتور حازم، ما هو الانديه مش مدربه، ما حدش جاب الولاد اللعيبه وقال لهم تعالوا يا اولاد لو حصل كذا نعمل كذا، ما حدش بيعمل ده يا دكتور حازم، ما احنا عايزين هيئه عليا مسؤوله انها تعمل ده، سواء الهيئه العليا بتاعت حضراتكم دي لجنه ممتازه جدا، اللجنه العليا لرعايه الرياضيين، الرعايه الطبيه الرياضيين، توجه تعليماتها لاتحاد الكوره اللي يوجه تعليماتها. انا هقول لحضرتك، لو انت مش، انا هقول لحضرتك. اتفضل. التعليمات دي واصله لاتحاد الكوره. كويس. اتحاد الكوره في لجنه طبيه. نعم. اللجنه الطبيه دي رؤوسها دكتور قلب. نعم. دكتور القلب ده عمل دورات تدريبيه لكل الاجهزه الطبيه مثلا دي يعني فوق ال 70% من ده. حضرتك بتفترض ولا بتقول ان ده حصل؟ ده حصل. لا ما حصلش. يبقى استدعيه. لا ما انا بقول لحضرتك يا فندم، يا فندم انا بقول لسيادتك هو كابتن يا معالي الدكتور، وانت تعلم مدى معزتك ومدى حبي واحترامي لحضرتك، واقسم لك على الهواء ان هذا الامر لم يحدث. ولو قالوا لك يعني وانا بقول لحضرتك لم يحدث، اقول لك الاكثر من كده ولن يحدث. ها اقول لك الاكثر من كده ولن يحدث. يا دكتور حازم، يا دكتور حازم، انت قلت كلمه في البدايه رائعه، لابد من الحساب. احنا ما عندناش حساب، احنا بنصوت ونلطم لما تحصل حادثه، ففي انتظار اللطم الجديد. بس انا متاسف والله. كمل يا دكتور. انا اسف. زي ما قلت لسيادتك لابد من حساب اي مقصر. لا ما ينفعش، ده ارواح ناس. نعم. سيبك من الاجراءات. نعم. ده ارواح ناس. وشاب صغير. طبعا. بعدين بقول لحضرتك، انت تعرف حضرتك لو اتعمل ريسبشن مظبوط فرص ان الشخص ينجو تصل الى 84%. امبارح يا فندم المجر وهولندا يا فندم مساعد المدرب وقع، وقفوا 10 دقائق، عملوا الاسعافات، اتنقلوا للمستشفى ورجع زي الفل. نعم. ويركسي لما وقع في الملعب. اه. فرص، انت عارف لو العيان المحتاج الصدمه الكهربائيه خد الصدمه الكهربائيه، فرص نجاته اللعيب ده بدي تصل بنسبه 94%، يعني نسب النجاح عاليه. طبعا عشان نسب نجاح متدنيه لو الناس عملت شغلها. انا باكد لحضرتك حاجتين، الحاجه الاولى ان كل الشباب دول الاولاد دول ما خدوش تريننج ولا تدريب ولا اي حاجه من دي. الحاجه الثانيه، لا بس انا مش متاكد من دي قوي، انه ما كانش في جهاز صدمات، ولو حتى كان في جهاز صدمات اللي موجودين مش عارفين يتعاملوا بيه يا دكتور حاسم. مش عارف. انا متاسف والله، ما تزعلش مني ومن صراحتي، بس احنا بنحاول نجد حلول يعني. نعم. احنا مش عايزين نداري، احنا مش عايزين حد يداري على حاجه. نعم. احنا محتاجين المنظومه الرياضيه، مش بس المنظومه الرياضيه، يعني وزاره الصحه تعاقدت على اجهزه الاي اي دي بكميات لتوفيرها في المولز والمطارات والسكك الحديد. هاي. وبيتم وزاره الصحه عامله مشروع كبير جدا. نعم. هيظهر الى النور خلال اسابيع قليله. ليه؟ نعم. دي مسؤوليتنا كلنا، مسؤوليه مجتمعيه علينا كلنا. صحيح. يعني والملاعب دي توفير الخدمه الطبيه للعيبه الصغيرين دي برضه حاجه مهمه جدا علينا كلنا يعني. طيب ايه هي الخطوات القادمه يا دكتور حازم؟ بالترتيب كده. ايوه. التعليمات دي موجوده من الاول. ماشي. الجزء الثاني ان الاتحادات هتبقى مسؤوليه كامله، والانديه مسؤوليه كامله. ماشي. والنهارده حتى في اجتماع الوزير اللي ما عندوش استعداد يوفر هذه الامكانيات الطبيه ما يلعبش. بالظبط. يعني انت عندك ماتش فيه مش عارف كفر كذا. نعم. لا عندك عربيه اسعاف ولا عندك طاقم طب مدرب، تسيب اللعيبه تلعب ولا الامن والافضل اللعيبه ما يلعبش؟ الامن ما يلعبش. ما يلعبش احسن. الامن طيب ما يلعبش. لو انت سمحت بلعبه من غير ما يتدربوا ومن غير ما تبقى الاجهزه متوفره ومن غير ما تبقى عربيه اسعاف
في محيط لا يزيد عن 1.5 ل 2 كيلو. نعم. زي ما التعليمات الطبية العالمية بتقول. لما عملتش كده يتسبق ولا يحاسب لا قدر الله حصل حاجة؟ ما فيش حد مخطئ ما يتحاسبش يا دكتور حازم. ده أرواحنا. أنا أتمنى أرواحنا زي ما حضرتك بتقول ومحدش مخطئ ما يتحاسبش يا دكتور حازم، ده أمر في غاية الأهمية. لا بعد لا كده. أنا شايف الاتجاه إن محدش ينجو ولا حد هينجو من الحساب. طيب. عند أي تقصير. إمتى هتعلنوا نتيجة التحقيق بتاعكم؟ أنت عارف إن الإجراءات التحقيق دي لسه بادية. بتقوم بها وزارة الشباب الرياضة مع مديرية الشؤون الصحية اللي فيها الكابتن يعني ومع مديرية الرياضة في الكابتن والجهاز الرياضي بتاع الجهاز الطب الرياضي بتاع وزارة الشباب والرياضة مع الممثل للجنة الطبية المسؤول مستشار الوزير الصحة للرعايات الأستاذ دكتور شريف وديع، بحيث خلال أيام قليلة هيبقى قدام جهات التحقيق بس وزارة الشباب والرياضة جهات التحقيق وعلى الملح وعلى جهات التحقيق بنقصد بقى النيابه. طبعا تمام. ايوه طبعا تمام. التقصير ده ما بقاش دي مش جزاءات اداريه يا كابتن. نعم. اللي يتسبب في تعرض مصري او لاعب في شبابه ان ما يتعملوش الاجراءات التي تنقذ حياته باذن الله طبعا. نعم. يجب ان يحاسب امام جهات التحقيق مش امام جهات اداريه. دكتور ايه هي المشكله ان يحصل اتفاق مع وزاره الصحه والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحه والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، يعني ناس نشيطه جدا وناس سريعه التجاوب جدا، ايه المشكله ان احنا نعمل اتفاقات؟ لا ده كلام ممتاز. هو اساسا في اتفاقيات بين وزاره الشباب والرياضه والاتحادات والانديه مع القطاع وزاره الصحه اللي هو قطاع هيئه الاسعاف. نعم. ما هو انت محتاج ايه؟ انك انت تبقى عندك تجهيزاتك الخاصه واجهزتك الطبيه الخاصه ويكون عندك عربيه اسعاف باطقم طبيه مجهزه. نعم. فكل الانديه وكل الاتحادات عامله اتفاقيات مفروض مع هيئه الاسعاف. يعني بصفه حضرتك رئيس اللجنه العليا للرعايه الطبيه للرياضيين بتقول دلوقتي مفيش مباراه تتلعب من غير عربيه اسعاف مجهزه، ولو مش موجوده المباراه ما تتلعبش. انا فهمت كده صح؟ ده المفروض. نعم. ده المفروض او الاجهزه الطبيه تكون عندها التدريب والاستعدادات اللي تقوم بالعمليه ديت. بمعنى لو انا عندي جهاز طبي عمل الريسوسيتيشن ومبادئ انقاذ الحياه وعنده الاي اي دي ونقل العيان نقل اللعيب لاقرب مستشفى، ولازم وانت بتحط خطه الرعايه الطبيه بيتحط خطه الاخلاء. يا كابتن شوير مع حضرتك لعيب كبير وعارف. ده صحيح. اول خطوه خطه الاخلاء. فاكر انت ما كنت بتلعب يقول لك انت في استاد القاهره اقرب مستشفى ليك فين؟ مظبوط صحيح صحيح. ما تبعدش عن استاد القاهره 2 3 كيلو. نعم. يعني المفروض اي جهاز طبي رياضي التامين الطبي لاي مؤسسه طبيه. نعم. اول خطوه ايه غير الاجهزه اللي موجوده في مكان الحدث؟ المستشفى، منطقه الاخلاء. انا هخلي على اي مستشفى. نعم. ومصر مليانه ما شاء الله مستشفيات في كل حته. نعم. دكتور حازم خميس رئيس اللجنه العليا للرعايه الطبيه الرياضيين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل ما